Let me check my chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress. صح خلوني ندير المقدمة. ركزي. بديت تهضر بجي. عندي حل جهه. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم مزيانين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيانه. الفيديو ديال هذا النهار غادي يكون الاسئله، ولكن ماشي انا اللي غادي نجاوب عليهم، بابا وماما. قولوا واحد السلام. سلام ماما. سلام البنات. حطيت لكم بوست في انستغرام وقلت لكم عطوني اسئله باش ماما وبابا يجاوبوا عليهم. ودابا نبداو باول سؤال. قالت لكم واحد البنت، واش كيعجبكم المحتوى وداكشي اللي كتقدم بنتكم؟ بابا هز راسه زعما راه نشوفو. بدا انتي يا ماما. ماما حنا نشوفو من المريض. بدا انتي. قالت لك واش كيعجبكم المحتوى وداكشي اللي كتقدم بنتكم؟ طبعا يعجبنا، لان هي كتاخذ الري ديالنا، حنا اللي شجعناها باش ديرها. ضروري الاب والام يكونوا متفقين باش بنتهم دير قناه. وبابا والدك كم؟ أوه ماي جاد. صافي الهضره ديالك. جوج قالت لكم شنو اكثر حاجه كتعجبكم في احلام؟ فيق بكري لا حدا قالها. سمعي الهضره لا تبدال كل نهار ماما. شي حاجه، شي حاجه فيا زعما بابا حاجه واحده هي الا قالت الهضره صديرها. انا اللي قلت له الهضره خصني ندير فقط. قلت لك الهضره درتها. شنو احسن حاجه؟ بحال انا نقول لك انتيا حنينه ولا انتيا بحال اللي فهمتي. الحاجه الوحيده اللي كتعجبنا ولا ما كانتش في الدار كيجينا اكتئاب. هادشي غير بالنسبه لماما. بابا بابا عنده مع رجاء. لا لا حاجتي شخصيتها ماشي يعني حشمان. رحت لا قالت لي ديري الفوق. شي قالت لك ماما كتنشط كتنشطنا. شايفه بابا انت مسيميمة معاونين هما والزمان عليك احمدي. اش اخي بحاجه والله ما قلت شي حاجه مزياله. صافي اسكت. المهم بابا قال لك ما فيا حتى حاجه مسقده. شكون قريب لك بزاف، ماماك ولا باباك؟ اسمع صراحه بجوج. قلت لكم وحده لي زامي انتيم ديال الاحلام. زامي انتيم ديال الاحلام كان خديجه ونهيله، هادو هما صحاباتها انتيم. بابا عليها ودري وجهها خديجه ولهينه. بابا كيقولها لهينه. حاجه اللي كتكرهها احلام. يا تشيق بكري. حاجه اللي كنكرهها. حاجه اللي كتكره بنتي اللي فيها حيت تسخري. كنكره هادي ما كانوا لي تسخر كيسخروا فيا ويعاودوا كره كلشي كره حياتي. انا كره الحياه. just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into. كم وحده كيفاش دايره الشخصيه ديال احلام في الدار؟ الله يخليكم ليا. تسنى ماما اش مضى واحد الدقه غنجاوبكم. مزيانه مره احسن الجو، مره تكون مزيانه، مره لا، مره تكون معصبه، مره تكون زوينه، مره مين يهديها الله. ماشي هي مزاجية مرة هكا مزاجية هي حال واحوال، مرة زوينة مرة نوقف لك واش ديالها مرة فيها. بابا انت شنو هي الحاجة اللي ما كان واش والله يا قوي ويرون ما كانش جملة مفيدة. زعما ايوا برا تزكيه مرة مزيان. لا لا قلتها الماء دي الدنيا. صافي دابا سكتوا. قال لكم واش احلم كتعرف طيب؟ والله يخليك الله يخليها لي طيب القلب اخوتي. واش كنعرف نطيب يدومي كتعرف طيب تاكل اللي تاكلو هي لي بات وداك الشيء المملحة الكيكة. صافي شمن الكيكة شمن الكيكة اللي دايرة بحال الاخر بحال البندورة. هادي غادي نفزرك انتي وبابا. اكبر سلخة كليتيها وعلى من؟ انا نقول لكم اخوتي اكبر سلخة كليتها بسبب رجاء. جات دارت لي بلونكو في الكارطاب وكانوا يدبروا عليه، المهم كانت رجاء تحفظ
ومشاو يدبروا عليه. هي قالت لبابا احلام هي اللي دات داك بلونكو، وجا عندي بابا وقال لي عطاني داك بلونكو. قلت له ما عنديش ابدي، ما عنديش، راه ما عنديش بلونكو. قال لي لا عندك. ايوا عطاني سلخه ديال العصا، تعرفوا كيت العصا حتى ما قديت. وفي التالي بقيت نبكي وهي قاسه زعما الضربه الطم ما كاين حتى شي حاجه. المهم جلست وقلت لهم، شفت فراجه وقلت لهم بابا اللي ظلم فيا وقلت اللي ظلم يمشي للمراه. ولكن قولي لها واش اليوم واش بكري هادي شحال على اليوم. وقست وقالت لها بابا اللي ظلم يمشي. قالت لكم ويصال كتعجبني بزاف احلام واحد ديديكاس ويصال. قول لها ماما تحيه لك ويصال. تحيه لك ويصال، شكرا بابا. قول تحيه لك ويصال. سلام ويصال. اكثر شكون كيبغي اكثر، واش ماما ولا باباك؟ انت عارفه شكون؟ لا جاتك الفرصه تسكني برا المغرب، واش والديك غادي يقبلوا؟ قبلوا بيت النوم. ايوا الا كانت خبزتها بكتابها ضروري زعما غادي تقبلوا. نمشي قبلوا اختي مسهله هذيك. قالت لكم وحده كي دارت قنعاتكم احلام باش تبدا في انستغرام ويوتيوب، وشكرا. انستغرام ما قلتها حتى شي واحد فاش بديتو، يعني عادي انستغرام كنحط فيه التصاور، ولكن يوتيوب الاول ما بغيتناش نديرو يوتيوب. بابا كان كيقولنا يعني مره دي علاش ما ديروش يوتيوب وهذا ومنا ايوا. وواحد النهار صافي كنا خارجين وقلت لراجل اجي نفلوغي، وكان هذوك هو اول فلوغ وحتى شوف لاشين تقدروا تشوفوا وتفرجوا له. وهذا ما كان هكا بديت. كاينش عندكم شي مشكل؟ ايوا دابا ابوني كم واحد البنت فاش زايده احلام الا عرفتو من انا بابا هو اللي يقول. انا نقول لا ماما تعرف تعرف انها نهار انا نعرف اللي كان الصهد حمان جمعه يمكن جمعه لا ربع ماما عاقله لا ربع انت يا ربع على ساعتي سكتي ماما خلي بابا يقول كان الصهد مانا شهر مانا شهر شهر 8 شهر 8 نيشان بصح النهار النهار انا قلتي جمعه يمكن النهار النهار زعما في الاخر شحال النهار الاربع 16 وي ماما 16 عارفه الاربع مشينا مع 3 ونص وبنتي زادت مع 5 ونص هكاك 6 ادي تحيه للماما هي اللي زادت هي اللي زادت تحيه لماما حراره حراره جد مرتفعه تخرج هي فيها الشراره. كم وحده واش كتخليو احلام دير اللي بغات؟ شي قال اللي بغات كتبغي دير شي حاجه كتستشر معانا قالها ما راهش دارها باش دير اللي بغات راه عاد لا غادي نشاورهم لحقاش هما الوالدين هما كلشي. قلت لكم وحده واش احلام فيها العياقه؟ بابا هو اللي لا زعما واش كنعيق زعما على عباد الله؟ لا انت ما تعيقش واخا تشوفوها تلبس وتصاوب وزوينه ما فيهاش تكبر صحاباتها غير دريويشات كتبغي غير الدراوش وتخاف ما تخرجش راسها ابدي ما تبغيش اللي عندها وما تبغيش المشاكل. واش كنعيق على عباد الله؟ واه واه فيك العيق يا ويلي بابا ماما كتجي معاك وبابا كيحاول عليك علاش دير ليها كهزوا عليا ديرو ديرها غادي يشبهني هنا ماشي نقول هذا يشبهنيك فيك فيك العيق انا خرج منك واش فيها؟ واش فيا؟ فيك العيق فيك بابا علاش كتوش؟ بابا حرام عليك انا ما هضرنيش هي كتبغي بحال هكا دير هكا في الهضره ولكن كنقول لها انا ما ديريش يعني تصرفي على طبيعتك باش الناس يبغيوك صافي هادشي اللي كان ما فيهاش العياق وشكرا. صافي
صافي هادو ازيد دبري شي سؤال. قال لكم شنو الحلم ديال الاحلام؟ احنا دخلنا فيك هي باغية تربي كانيش. شكون كذب عليك أميدي؟ شكون؟ تمشي عليكم كاع ما ديرش. ما بغيتش تربي كانيش. وباغي كل ما بغيت تربي هذا كيفاش الهاسكي. شنو العودة بابا؟ ديناصور. هذا قتل الحيوان. أما شي شوف شنو الحلم ديالي شي حاجة كنحلم بها يعني. عرفناش شكون راه واش كتجيب شكون انت يا شي حلم زعما هكا الحلم هي بغات زعما تكبر لاشين ديالها في يوتيوب وتوي يولوا عندها بزاف ديال الفانزات بغيت ندير شي مشروع ديالي والسلام بغيت نخدم وبغيت ندير اللوطو فيراري رانج روفر فيراري شوف بابا راه يدي فيا بقيت حلمي ديناصور في الجردة هذا هو الفيديو ديال هذا النهار نتمنى يعجبكم ما تنساوش تشاهدوا ديروا ابوني جيم تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم الى عجبكم وصافي هذا مكان دخلوا الانستغرام ديالي نخليه لكم هنايا وكتبوا كومونتيرات زوينين لماما وبابا باش يقراوهم وهذا مكان كنبغيكم بزاف كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار نتمنى يعجبكم وبسلامه عليكم قولوا بسلامه 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 بسلامه.